أفعيل أفعيل هو فن جديد مر، لكن بالمقارنة ثم فن كان يعني نجم الإيبوكسي يعوض. شنو معناتها الإيبوكسي؟ هو يعوض شنو؟ هو يعوض رخاء أول حاجة، توا معناتها تخلي في يعوض، بدي يعوض في الرخاء برا سختون مش لهنا، يعوض كما نقولوا الفخار، يعوض سيراميك، يعوض البلار، يعوض زاد اللوح. اها، حتى حاجات اللوح كل شيء هو هو ميلونج ما بين الريزين واللوح، ما نجمو نعملو له ميلونج، مي في لي تابلو الاكثريه كيما مبداو مكتوبين كايات قرانيه في اللوح ولا محفورين منقوشين، نوليو نخدموهم احنا بالغيزين ويبدا طالعه 3D. فهمتك. معناتها نجمو نقولو الجديد اما نجمو نخدمو به القديم، هو مصنف ديجا الصناعه التقليديه، معناتها نجمو نحطو نعملو ميلونج ما بين الصناعه التقليديه توسكي حاجات قديمه ونعملوها بالغزي تطلع حاجه زاده مزيانه على الاخر. فهمتك. معناتها هو يجي في اطار تطوير الصناعات التقليديه يعني، وتخليها تاخذ لوك جديد وتاخذ معناتها رونق جديد مودرن هكا شويه. خدمتش على خدمه معناتها في الصناعات التقليديه، معناتها ارتيكل تحسو 100% تراديسيونيل اما انت عملت له اضافه هذه بالليبوكسي؟ والله اون كور حبيت معناتها حاجات نتاع لامازيغ هكا، التصاور نتاعهم نحطهم في تابلو ونحطهم الكل بالريزين، ما زلت انكور. فهمت. سينو عملت كالخمسه نتاعنا وكلاين نتاعنا في تابلو صحيح، بالريزين وبالفينين معناتها تخرج زاد كيف ما نجم تقول انت تراها تقول حاجه تقليديه، مي هي مخدومه بالريزين اللي هو حاجه مودرن. دونك اللي هذا توا بالريزين، قبل كنا يعني الزوزيدين هذوما كانوا قبل ما يتعاملوا بالفخار وبالسيراميك ويتعاملوا بك البنتور هذيك في ما، توا ولينا نلقاوه قالبه، ما تحسوا ظهر التفاصيل تاع اليد سكولتور معناتها اكثر، معناتها عطاتنا صوره اقرب للواقع في شكل يدينا، وديجا باش نشوفوا احنا لي ديتاي اي معناتها تحسوا معناتها يعني ثم تطوير للصناعات التقليديه بحاجه مودرن بدي برودوي بلو مودرن، معناتها هذا معناتها التفاصيل ظهرت اكثر لحقيقه، اكثر يظهر كل شيء، يظهر التفاصيل نتاع حتى كالخيط هذاك في اليد كل شيء، جست تخدم القالب على قاعده تخرج الريزين، تخرج قطعه مريقله نتاع قطعه مزينه وقطعه باليد الطيب، كيما تجيب القطعه هذيك تخدم عليها تخرج لك هي بيدها. فهمتك. وما فيش ان شاء الله معناتها نحب نخدم حتى جامع الكبير وكل شيء، نجمو نخرجوا منه معناتها قوالب ونخدموه بالريزين يطلع زادا كيما هكاك حاجه مزيانه باللي ديتاي اللي فيه زادا. واضح. السمعه نتاع الجامع الكبير. السمعه نتاع الجامع الكبير الكل معناتها، ما هو صغار هما يتباعوا في المول دناريتهم هكا في المول صغار، نجمو يتخدموا بالريزين وتنجم تعدي فيه الضوء وتنجم يعني تخدم الخدمه الكل معناتها. تخدم هو قد ما يكبر، هو كي يبدا صغير ما نجموش معناتها نعديو فيه، قد ما يكبر يطلع احلى وخير. فهمتك. معناتها الديمونسيون تكون اكبر تخليك تظهر اكثر تفاصيل. صحيح. دونك واكثر معناتها التابلوات هذوما قبل كانوا يتعاملوا باللار، تعملوا بلاستيك. والله هو هذيا بالذات ما جاي مع الريزين هذا ما يتخدمش، خاطر العاديين اللي توا طالعين يتخدموا بالبليكسي. فهمت. مي هذه خدمه الريزين، خاصه بالريزين. فماشي ما فماش باللار هكا. فهمتك. قبل كانوا يخدموا كيما لوح يخرجوها هكا لوح ويكتبوا كيما هكا الاسامي ويتتحط. فهمت. اما الشكل نحكي على الشكل الفورم، هذه فورم خاصه بالريزين، اما هي تعود اللي يدخل فيه قبل هكا يحطوا الاسم حتى بالساعات هكا يكتبوها حتى ورقه. فهمت. صحيح. توا ولات هكا تخدم مزيانه في كترا كيما قلت عليها مكتوبه بالذهب سي دوغي وكل شيء تقبل وريزين هذا يقبل معناتها الميكساج نتاع الماتيريت الكل. لا هو الزيت لا يركبش على حاجه مزيته مبلوله ايميديتي زاده لا. علاش احنا الفلور خليهم حتى لين يشيحوا فريمون هكا، خاطر يبداو مبلولين ما يمشيش معاهم الريزين. واضح. واضح. ولا محاله هو فن جديد ما عندوش برشا ذاكره يعني عند الناس وما عندوش برشا ذكريات، هذاك علاش فقره اسايل
تكون كملناها معاك ونخرج فاصل ثم نعود.